فعلا كان عند حضرتك مشاكل كتيرة جدا في توغل عناصر إخوانية جوه وزارة التربية والتعليم؟ الكلام ده حضرتك اللي ستك بتقوليه ده، ان انت عندك مجتمع انساني في مصر فيه حوالي 60 مليون، اللي هو الاباء والامهات ومعاهم الايه ومع او اولياء الامور ومعاهم ابنائهم. شيء منطقي جدا ان هذا المجتمع يبقى فيه اللي انت بتقولي عليه ده، ده شيء طبيعي جدا. مش الناس دي مش موجودين؟ موجودين ومش موجودين في المجتمع المصري. انا عندي من المجتمع المصري تلتين المجتمع المصري في وزارة التربية والتعليم، عندي 62 مليون من 90 مليون. ده شيء منطقي جدا اللي حضرتك بتقوليه. طيب بس برضو فكرة التدخل هنا، لأن حضرتك فاكر الواقعة، وأنا رجعتها مع زميل عزيز أستاذ بشير حسن مستشار إعلامي لحضرتك، في واقعة البنت اللي كانت والدها تبع تنظيم الإخوان وكانت من أوائل الثانوية العامة، وطبعا اتعملت حفلة غير صحيحة على الإطلاق، وأنا بؤكد ده مش بدافع عن حضرتك لكن ما كانش في صحة لهذا الأمر. لكن برضو البعض قد يقول إن نتيجة وده بيتقال بره للأسف، إن نتيجة التوجه العام في مصر ممكن الناس دول يتم اضطهاد ابنائهم، هل ده ممكن؟ طب لو كانت مضطهده طلعت من الاوائل ازاي؟ ده على طول يعني الاجابه بتاعتي على حضرتك. لو انها مضطهده تطلع ازاي من العشر الاوائل؟ ما لو مضطهده ما كانتش تطلع من الاوائل بقى، بدل ما احنا مضطهدين. مش صح كده المنطق؟ ما انا هضطهدها في ان هي انا ما كرمهاش، ولا اضطهدها ان هي ما تاخدش درجات؟ مساله الاضطهاد دي شيء مرفوض على الاطلاق، يعني ان احنا حتى نستخدم هذه المصطلحات في وزاره التربيه والتعليم او في عرفي انا على الاقل. انا راجل استاذ تربيه قبل ما اكون وزير، وبالتالي انا ادعي ان انا بحترم نفسي. يعني هم بيحاولوا يسوقوا طول الوقت جماعه الاخوان المسلمين ان ابنائهم مضطهدون في المدارس، انهم يعني، لان زي ما حضرتك كنت بتتكلم في ثنايا الحوار ممكن اقدر اوصل للي حضرتك قلته في مساله التربيه وفي مساله التعليم. احنا عايزين فكره طالب متزن لديه قدره على الاتزان النفسي، في فكره قبول لفكر الاخر لكن دون عنف. ده حقنا، ده حق الدوله. بالظبط، هو حقنا كمجتمع ان احنا اساسا نربي اولادنا على ان هم يبقى عندهم ولاء، عندهم انتماء، عندهم ارتباط بالارض، لكن دون عندهم ثوابت وطنيه يلتزموا بها، وفي نفس الوقت عندهم قدره على ان هم يتقبلوا بعض ويتقبلوا الاخر ويفهموا الناس. ده اللي احنا اساسا بنربي اولادنا عليه، ده من الناحيه اللي هي المواطنه زي ما احنا بنسميه. لكن كمان انا بربيه على انه كمان يقدر يبقى عنده قدره على ان هو ينافس على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، بس لما يجي ينافس يبقى عنده قدرة على انه يتقبل الاخر. طيب ما اقدرش